قد ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار. أنا مستمتع يا أحمد. الله يعطيك العافية. والله يعني الليلة أنا فخور بهؤلاء النجوم. نعم الله بارك منا، هذه نعم من الله منا. حياكم الله جميعا، نحن سعداء بكم في هذه الحلقة الماتعة، ونحن نسعد مع أصغر جميلين وأصغر شبلين، يعني ما شاء الله فازوا بجائزة أصغر حافظ للقرآن. أصغر ولا حافظ؟ نعم. الله يحييكم، نحن سعداء بكم، يا مرحبا. حياكم الله. لو سهل والد الطفلين العم الشير محمد عبد الرحيم وأبناء أحمد وحسن، وكذلك أستاذهم، ومثل هذول المربين اللي قد يعملون من خلف الكواليس لكن لهم عظيم الأجر إن شاء الله، الأستاذ فواز الأسدي. حياك الله أستاذ فواز. حياكم الله. يا أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا، حياكم الله. طبعا الحديث عن أصغر حافظ حديث قد يكون غريب، لكن ما شاء الله بارك الله، نحن نشكر الوالد الفاضل الأستاذ شير محمد، حياك الله. شكرا لكم، جزاكم الله خير. يا مرحبا. طيب لو حبينا نسألك، أنت ما شاء الله عليك عندك حسن وأحمد فقط ولا في غيرهم من الأبناء؟ أنا عندي أحمد وحسن وأخوهم أكبر منهم بسنتين، محمد. محمد. نعم. والعائلة كلها تحفظ القرآن؟ الحمد لله، ثلاثة أحمد وحسن ومحمد، ثلاثة محفظ القرآن الكريم، والحمد لله. الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني هذا حقيقة هي فخر، ونحن نفتخر وفخرنا أنهم جالسين معنا. طيب أحمد، شلونك؟ نشوف تقرير كده. نطلع نشوف. تحدث يعني ويوضح للمشاهد بعض الأشياء ثم نعود. نتابع هذا التقرير وإياكم ثم نعود لحلقتنا وضيوفنا. في تقرير. طيب يقول الشباب حتى يجهز. طيب الأستاذ فواز. حياك الله. حياكم الله. ما شاء الله أنت مدير المجمعات الصباحية. مشرف المجمعات القرآنية الصباحية. الصباحية في جمعية خيركم. نعم. ما شاء الله ينفع بك. الحديث عن هذا المجمع الصباحي وإخراج مثل إبراز مثل هؤلاء ما شاء الله النجباء الذين يعني يحفظون كتاب الله تعالى، كيف ترون حرص المجمع تجاه هذه الفئة وهذه الأعمار بالذات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر لقناة المجد هذه المبادرة الكريمة وهذا الدعم الطيب المتمثل ب يعني نشر بما له أهل القرآن من فضل وأجر، وما له من يعني نشر على أرض الواقع من أعمال تحفيظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. حقيقة المجمعات القرآنية الصباحية بجمعية خيركم هي جمعيات أسست للجاليات الناطقة بغير العربية. نعم. فقط. نعم. وتعنى بهذه الجاليات وتتابع يعني شؤونها من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ابتداء من تعليم النورانية إلى أن يتم الطالب حفظ القرآن الكريم. كم المراحل العمرية للملتحقين؟ الملتحقين يبدأون بالمراحل من 4 سنوات جميل. إلى الـ25 سنة. ما شاء الله تبارك الله. ما يحفظ القرآن الطالب لو يكون أجاز يعني اجتاز النورانية وكذلك متون أخرى ولا فقط النورانية؟ الطالب لا يدخل في القرآن الكريم في حفظ القرآن الكريم إلا بعد أن يبدأ في النورانية، ثم بعد ذلك يقرأ القراءة النظر في القرآن الكريم حتى يتقن القراءة، ثم بعد ذلك يبدأ بمرحلة الحفظ. جميل. الآن أحمد وحسن اجتازوا هذه المراحل كلها. نعم، بدأوا في النورانية ما شاء الله مع والدهم الأستاذ. ما شاء الله تبارك الله. شير هو. حنتعرف نحن الأستاذ وهو دور في التعليم، لكن كيف حالك يا أحمد؟ بس المايك تعطيه الميكروفون. كيف حالك أحمد؟ الحمد لله. تحفظ القرآن كامل ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. متى حفظت القرآن؟ سهل. طيب. قبل السنة. قبل السنة. ما شاء الله. طيب إيش رأيك نسمع كتلاوة من أحمد؟ المشاهد يبغى يسمع منك تلاوة يا أحمد. اقرأ لنا، الله يعطيك العافية ويحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أستاذ شير أحمد وحسن صغار واللغة العربية ما يتكلموها بالأصل صحيح؟ لا ما يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية. طيب غير ناطقين باللغة العربية. كيف استطعت أنك تعلمهم اللغة العربية وكذلك استطعت أنك تحفظهم القرآن الكريم؟ خاصة في السن الصغير هذا. هم بدأوا حفظ القرآن الكريم هذا أحمد عمره الآن 8 سنة وحسن عمره 7 سنة. أول بدأ أحمد عندي قيادة نورانية وعمره تقريبا 3 سنوات ما شاء الله تبارك. وبعد ما انتهى من القيادة النورانية بدأت معه حفظ من جزء عمه. هذا في البيت؟ لا لا هذا أنا برضو. أنت ما شاء الله أنت معلم. أنا والدهم والحمد لله مدرس في مجمع سعد بن أبي وقاص الصباحية منذ 25 عاما. اللهم بارك. وهذا أولادي هم درسوا قاعدة نورانية وكامل القرآن عندي ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك بالأب والمعلم. إذا أحمد عمره 3 سنوات وبدأ عندي نورانية بعدما ختم قاعدة نورانية هو بدأ من جزء عمه. ختم النورانية عمره كم تقريبا؟ وخلص قاعدة نورانية خلال تعليم سنة تعليمية يعني تقريبا 1 سنة كده. ما شاء الله تبارك الله. وعندنا القاعدة النورانية لها وقت سنة تعليمية يعني 9 أشهر زي مع المدارس إلى نهاية المدارس. جميل. نعم. ما شاء الله. وحسن وبعدين بعدما هو خلص وبدأ في حفظ وبعده بشوية حسن وبرضه بدأ في قيادة نورانية وإذا وصل أحمد 5 أجزاء وما شاء الله حسن لحقه في 5 أجزاء في الحفظ ما شاء الله. وبعدين هم حفظوا إلى نهاية القرآن مع بعض يعني حسن ما شاء الله طاقة الحفظ عنده جيدة الحمد لله. هذا يعني زي الصغار هم يأخذون إذا يشوف الأخ كبير وبعدين كذا عندهم حرص زيادة شوية ما شاء الله لحق معه. 7 سنوات أبو حسن. ها 7 سنوات ما شاء الله. طيب أبو محمد. نعم. ممكن الآن الناس يشاهدون يقول يا أخي هذول ما لعبوا هم أصغار ولا طلعوا ملاهي ما يلعبون أولادك؟ لا لا ما شاء الله يلعبون يلعبون ويحفظون القرآن الكريم لأن نحن إذا هم عمرهم 3 سنة نحن مسكنا الخطة مستقيمة وبطريق مستقيم نحن بدأنا مع القرآن الكريم وهذا دحين هذا 7 سنة وهذا 8 سنة ما شاء الله 3 سنوات و4 سنوات باستمرارهم ما شاء الله حفظوا ودحين ما شاء الله عندهم من أول إذا هم عندهم 5 أجزاء وبعد عندنا ورد مستمر يعني نحن سوينا لهم ورد لابد أن يخلصوا فيه خلال كم تقريبا كانوا في الأسبوع يحفظوا؟ لا الحفظ من بداية نحن بدأنا 3 سطور 4 سطور بعد ما خلصوا 5 أجزاء بعدين نص صفحة وبعد ما وصلوا إلى 10 أجزاء بعدين هم بدأوا صفحة إلى 20 سطر واستمروا إلى نهاية القرآن ما شاء الله. بهذا الطريق كل يوم يحفظوا ولا في إجازة جمعة سبت أحد؟ أيام الدوام بس يحفظوا جديد 5 أيام نعم الخميس هم يسمعوا القديم أما الجمعة عندهم إجازة إجازة جمعة الجمعة يلعب ويروح كل مكان نخرج برا عندهم. حسن كيف حالك؟ سمع كده حط الميكروفون إياه سمعنا آيات نورانية ولا آيات؟ لا هو يقرأ يقرأ القرآن؟ طيب يلا أقرأ القرآن بسم الله حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا جماعة الخير أنتم لاحظتم كيف هو يقرأ انقطع النفس، لأنه أصلا تعلم أنه ما يقف إلا في مكان معين، يعني ما يقف بعد أي آية بعد أي كلمة، لا تعلم أحكام التجويد وأحكام الوقف وما زال في هذه السن. يا جماعة الخير بيوتنا مليانة أطفال مليانة أولاد، ماذا قدمنا لهم وهم يتكلمون العربية؟ حسن وأحمد تراهم يقرأوا القرآن بالعربية لكن لا يتكلمون العربية، صحيح. وهذه يعني فعلا رسالة إلى جميع العالم بأسره الذي يشاهد هذه الحلقة ويشاهد ما شاء الله هذين الشبلين، أن يعني أن يتبصر في حاله في حال أولاده، وربما نحن حتى في بيوتنا وأسرنا. نحن أنا ليلة سعيد والله. الله أكبر. يا أخي من حقك ترى يا أبو حسان أنك تنبسط في المجلس هذا، مجلس قرآني وبركة القرآن وبركة أهل القرآن، ولعل الله سبحانه وتعالى الآن بكرم يتحفنا به الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، ونحن نستعرض مثل هذه النماذج المشرقة والبهية والتي تشعرنا بأن الأمة ما زال فيها خير كبير، والأمة معطاءة والأمة ولادة، وستقدم لنا بإذن الله النماذج الإيجابية. أستاذ فواز، أنا حاب أني أرجع لك وأتكلم عن المحضن. هل المحضن لا يوجد فيه مميزين إلا أحمد وحسن، ولا المحضن فيها كثير من النماذج المتميزة في جانب القرآن الكريم؟ والله حقيقة التميز يعني منتشر ومتعدد. طبعا ما أحمد وحسن إلا يعني نماذج يعني محصورة أو يعني نماذج معدودة. طبعا كان العام الماضي لنا أحد الطلاب المتخرجين من المجمعات القرآنية جنسي يعني هو من الجنسية الأمريكية، وحاز على المرتبة الثالثة على مستوى جمعية خيركم في محافظة جدة، وكان يعني حفظه متقن. أيضا لدينا طالب آخر من طلاب متميزين أيضا هو أمريكي الجنسية من المجمع الراجحي، أيضا كان يعني حقق مرتبة متميزة، وكان له يعني قصة سردها وعرضناها في حفل تخريج الحفاظ لهذا العام أو العام الماضي عام 1437. جميل. طيب خليني أنا أسألك وننتقل إلى الجانب العملي. الآن لو مشاهد سألك قال لك يا أستاذ فواز أنا عندي طفل في 4 سنوات 5 سنوات 6 7 8 9 إلى آخره ويتكلم عربية أو لا يتكلم عربية، كيف أنا أقدر أبادر أو أتشجع؟ أنا أشوف هل النماذج أتشجع فعلا يعني ما شاء الله تبارك الله وفعلا أبنائي يحتاجوا لهذا الأمر، إيش الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى بالنسبة لي لنا في محافظة جدة بشكل عام، بشكل عام تحفيزية لهذا الأب أن يشرك ابنه في مثل هذه المحاضن؟ والله هو الحس أولا والحرص، إذا وجد الحرص والدافع لدى الوالد تجاه أبنائه فإنه يبدأ بيعني تعليمهم كما فعل الأستاذ الوالد شير، يعني كانت المبادرة ذاتية، ثم بعد ذلك يدفعهم إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في الحلقات. ولا يتأتى حقيقة حفظ القرآن في المساجد أو في الحلقات إلا بمتابعة ومثابرة من الأسرة لهذا الولد، فوحدها الحلقة لا تكفي إذا لم يكن هنالك جهد أيضا، متابعة من في البيت، متابعة من الوالد من الأم حتى يصل هذا الولد إلى تمام كتاب الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. شيخ أبو محمد، أثناء تعليم الأولاد هل كان في بعض المعوقات أو بعض الأشياء اللي كان مثلا مزعجة؟ في بعض المعوقات، ولكن لا بد أن يصبر المعلم هذا كل الأشياء، أن يتحمله بالصبر وبالحكمة. نعم. مين ريحك أكثر في التسميع، أحمد ولا حسن؟ لا الحمد لله ما شاء الله اثنين ممتازين وريحوني ما شاء الله عندهم الله. نحن سوينا لهم من بداية الخطة مستمرة الحمد لله، هم يسمعون حتى الآن هم دحين في مدارس، لحقوا في مدارس العالمية
ولكن برضو مستمرين الحمد لله يسمعون تقريبا جزئين ونصف يوميا. مراجعتهم يوميا جزئين يوميا ونصف. هذا نحن بدأنا من أول إذا من إذا هم جاوزوا 5 أجزاء بعدين بدأنا معهم خطة المراجع كان مستمر. نحن نختم القرآن ولله الحمد خلال أسبوعين بكثير. ما شاء الله. طيب ممكن تسأل أنت أحمد تسأله تقول له يا أحمد يعني يوم يشوف زملاء وأطفال يلعبون كورة يطلعون ويلعبون بلاي ستيشن هو في الحلقة يحفظ وكذا إيش شعوره وتسأله كذا على الهواء ويجيبنا أعطيه المايك كذا خليه يتكلم بلغته ياخذ راحته كده جب دوسرة بچوں کو تم کھیلتے ہوئے دیکھتے ہو یا ایسے اور تم قرآن پڑھ رہے تو تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے أنا لا أحب أي حد يتكلم بلغة تكلم بردو عادي احنا نسمعك مجھے نہیں پسند لگتا جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور دوسرے آگے میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے اس طرح کھیلنے کا وقت اکیلا پڑھنے کا وقت اکیلا قرآن پڑھنے کا وقت اکیلا اس طرح میں نے وقت مقرر کیے ہیں ويقول انا وسوى للعبة وقت خاص وللقراءة الخاص أحب أن يقرأ في وقت القراءة وفي وقت يلعب ما شاء الله الصبغة لها وقتها ولا ما شاء الله ما شاء الله وكذلك اسأل حسن إيه نفس السؤال يا حسن يلا جب میں سامنے کوئی کھیلا ہوں میں قرآن پڑھا ہوں تو میں اس کے ساتھ نہیں کھیلتا وہ یہ نہیں بولتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب دوسرے بچے بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تو آپ کو کیسے لگتا ہے کوئی اچھا لگتا ہے نا مجھے پسند نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کیا کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں اور میں سامنے کوئی کھیل ہوں اور تمہیں آپ کو قرآن پڑھنا پسند ہے اپنا اعطينا ال ويقول انا وش يقول الشيخ حسن ويقول انا احب ان اقرا قران كثير ولعبه ما يحبه كثير ولكن يلعبه ما شاء الله الله يحفظهم لك يا رب العالمين يجعلهم قرة عين وتلقى شفاعتهم باذن الله يوم القيامه طيب استاذ فواز نحن حابين نختم معك لو اطلعتنا على بعض الارقام والاحصائيات عندكم في مثل هذه المجمعات الصباحيه والتي تحكي انجازا واقعا في هذه المجمعات المجمعات بفضل الله سبحانه وتعالى منذ نشأتها عام 1418 حققت إلى الآن أكثر من 1300 حافظ ما شاء الله تبارك هذه الصباحية نعم مركز المجمعات القرآنية الصباحية فقط العام الماضي طبعا خرجنا في خلال 4 سنوات الماضية بالنسبة للأجزاء فقط نجح عندنا قرابة 30,000 طالب في حفظ الأجزاء نعم والعام الماضي بحمد الله سبحانه وتعالى عام 1437 تخرج عندنا 85 حافظا من هذه المجمعات القرآنية طبعا المجمعات عددها 35 مجمع في جدة المعلمون 130 معلم الطلاب 1500 طالب وبحمد الله تعتبر المجمعات القرآنية الصباحية هي المجمعات أو مركز المجمعات القرآنية الصباحية هو الأول تخريجا للحفاظ على مستوى جمعية خيركم بجدة وبهذا تعتبر يعني جمعية خيركم رائدة في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى ليس على مستوى جدة بل على مستوى العالم لأن هؤلاء هم من جنسيات متعددة الجنسية البرماوية التشادية الباكستانية الهندية التركية الأفغانية تخيل هؤلاء يحفظون القرآن ويعودون سفراء للقرآن إلى بلدانهم ترسلهم جمعية خيركم وما هذا إلا بدعم الخيرين جزاهم الله خيرا ويعني جهودهم الطيبة المباركة لدعم أهل القرآن ما شاء الله بمثل هؤلاء الأطفال والله مثل ما ذكر المشاهدون الكرام تنتصر الأمة وبمثل هؤلاء الأطفال كذلك نشعر أنه والله ما زالت الدنيا في خير الحمد لله تعالى وكما قيل علم ابنك القرآن
والقرآن سيعلمه كل شيء. كل شيء. نعم. أنت يا أحمد أختم وأنا والله لا أروح أقبل رأس هذا الأب أنه يستاهل هذا الصغار أنه والله هذا الأب لا والله أنت تستحق تقبيل الرأس. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. وهذولا يستحقون تقبيل الرأس. والمبروك ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك. المشاعر أيها الأحبة فياضة وفي مثل هذا المقام يعني لا تسعنا الكلمات ولا تسعنا الجمل أن تصف مثل هذا المقام الذي نعيش فيه أن تولد الأمة بحفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى يرتلونه آيات أناء الليل وأطراف النهار بمثل هذا تفتخر الأمة بهؤلاء الرجال الذين في يوم من الأيام سيعيدون لها مجدها وانتصاراتها. هذا القرآن هو الذي يربي، هذا القرآن هو الذي ينصر، هذا القرآن هو الذي يعز هذه الأمة. إذا أردت أن تموت ويكون وراك ولد صالح وطفل صالح فادفعه إلى حلقات القرآن لتخرج أمثال هؤلاء النجباء. نحن سعدنا والله بك شيخ أبو محمد شيخ مشير وبالأبناء حسن وأحمد وبالشيخ فواز، سعدنا بكم والله اللقاء هذا اللقاء حفزنا نحن جميعا وإن شاء الله يكون له أثر عملي على علينا وعلى باقي المشاهدين. يعطيكم العافية، شاكرين لكم هذه الطلة الطيبة وهذه النماذج الرائعة، وأنتم كذلك مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن متابعتكم لهذه الحلقة على أمل أن تكون هذه الحلقة وقادة لنا في أن نبني جيلا يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى ويقوم بحده وبأمره وبنهيه. وداناكم الله إلى يوم الغد وأنتم في خير وسعادة ورضوان، دمتم في رعاية الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث